بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك أحمد ناصر من قناة ملوك طريق الزينة. بإذن الله النهاردة الجمعة 14/10/2022، طبعا النهاردة طالعين نتكلم عن تقرير السوق والسوق كان ماشي ازاي والدنيا كانت ماشية ازاي هناك. طبعا كنت حابب ان انا اصور، بس المشكلة انا معرفتش لان كان في زحمة والدنيا هناك كانت مقلوبة بصراحة، فانا معرفتش ان انا اصور، بس مصورتش كده غير كام لقطة فهحطهم معايا في الفيديو باذن الله. طبعا النهارده نزلت الساعه 7 الصبح، قعدت بالظبط ساعه عشان خاطر الشغل والكلام ده كله. فطبعا نزلت عرفت الدنيا ماشيه ازاي والاسعار كانت ماشيه ازاي، وجبت ورقه بالاسعار كلها بالحاجه اللي اتلمت. والاسعار زي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله هتبسطكم، لان الاسعار النهارده كانت كويسه وكان في بيع وكان في شراء وكان في زحمه وكان في اقبال جامد جدا في السوق. فباذن الله هنتكلم عن التقرير السوق، بس عاوز اقول لحضراتكم يا ريت اللي عنده استرالي او ناوي يجيب استرالي بجميع طفراته، واذا كان بقى رمبات فول استرالي عادي الكلام ده كله، يا ريت ان هو يخف منه شويه، يعني يا ريت ان هو يخش منه شويه، لان كده الاسترالي كده واقع بقاله كام شهر، الاسترالي واقع بقاله كام شهر، فيا ريت اللي احنا نخف من الاسترالي شويه. لان هو يعني عامه تمن الزغلطين الاسترالي او تمن القص الكبير الاسترالي مش جاب تمن اكله. فنصيحه مني يعني يا ريت اللي ناوي يجيب او ناوي اللي هو عنده مثلا مزرعه ولا حاجه، يا ريت ان هو يخف من الاسترالي شويه، لان الاسترالي خلاص يعني سوقه يعتبر ضاع كده. فاحنا من الله اعلم بقى اذا كان هو هيرفع تاني او هيظبط ولا الايام الجايه فيها ايه، انا مش عارف بصراحه ولا حد يعرف، يعني حد برده ما يعرفش. بس هو في لم، هو بيتلم بقى باسعار ميته خالص. فنبدا التقرير بتاعنا، وباذن الله الاسعار ان شاء الله هتبسطكم. وعامه كل حاجه بتتلم النهارده، مفيش حاجه متلمتش. يعني نبدا مع حضراتكم الاول بالكوكتيل اللاتيني. تمام، الكوكتيل اللاتيني كان النهارده كان بيتلم من 430 لحد 450 جنيه. الكوكتيل اللاتيني الشغال كان بيتلم من 430 لحد 450 جنيه، بحسب بقى طوله وحسب شكله وحسب طفرته وحسب الكلام ده كله. يعني ازاي عشان تكونوا عارفين، الكوكتيل اللاتيني الكبير من 430 لحد 450 جنيه. بالنسبه للمصبعات الفوتيه كانت بتتلم بنفس سعر الكوكتيل اللاتيني، 430 برضه 450 جنيه. تمام كده الاثنين واحد، اللاتيني والمصبعات من 430 450 جنيه باذن الله. الكوكتيل اللاتيني الشباب، الكوكتيل اللاتيني الشباب كان بيتلم من 330 ل 350 جنيه، من 330 ل 350 جنيه دي الشبابات. بالنسبه والمصبع الفوتيه، مصبعات الفوتيه كان بتتلم النهارده من 330 ل 350، نفس السعر، سعر الكبير زي سعر الشبابات في اللاتيني وفي المصبعات الفوتيه. تمام، كان برضو كان بيتحسب بقى على بيتلم على حسب تصبيعته وعلى حسب الكلام ده كله وعلى حسب صحه الفرد وعلى حسب الشغل ده كله، من 430 ل 450 الشغال ومن 330 ل 350 الشبابات. دي بالنسبه للكوكتيل اللاتيني والكوكتيل المصبعات الفوتيه. تمام، بالنسبه بقى للكوكتيل المصبع الرايق الكبير، تمام، مصبع رايق الكبير على حسب تصبيعته بيتلم من 330 جنيه ل 350 جنيه. تمام، على حسب بقى تصبيعته على حسب طوله على حسب حجمه على حسب الكلام ده كله، معاك من 330 ل 350. طب بالنسبه بقى للشباب، المصبع الرايق الشباب، تمام، بيتلم من 270 جنيه ل 300 جنيه. مصبع رايق شباب بيتلم من 270 جنيه ل 300 جنيه، الاسعار طبعا كويسه كده لحد ما احنا ماشيين. الفرد الحبشي بقى النهارده بيتلم على 120 جنيه. الفرد الحبشي اذا كان ذكر او انثى بيتلم على 120 جنيه بس شغالين. تمام، بالنسبه بقى للشبابات الحبشي، الشبابات الحبشي بتتلم على 160 جنيه. الشبابات الحبشي كانت بتتلم النهارده على 160 جنيه، النهارده نازل اقول لكم اسعار اللم فقط، اسعار اللم فقط. فبالنسبه بقى للكوكتيل الفرنساوي الالبينو الكبير، كوكتيل فرنساوي البينو كبير كان بيتلم النهارده على 1300 جنيه. كان بيتلم النهارده على 1300 جنيه. تمام، بالنسبه بقى للكوكتيل فرنساوي شباب البينو، الالبينو الشباب النهارده كانت بتتلم على 900 جنيه، يعني الفرد 450 جنيه. هم عامه كان بيلموا قصوص النهارده عامه، قليل اول لما يلموا فرد. هنخش بقى على الرز، الرز بلاين اورنج كبير كان بيتلم النهارده القص الكبير الشغال على 1000 جنيه. رز بلاين اورنج كان بيتلم القص الكبير على 1000 جنيه. بالنسبه بقى للرز البينو شغال، رز البينو شغال كان بيتلم النهارده على من 800 جنيه ل 900 جنيه. في ناس كانت بتلم على الألف، بس بتاع الألف دوت كان قاعد بالظبط نص ساعة لم له شوية وخد بعضه ومشي. تمام، ده بالنسبة للرز البينو شغال كان بيتلم من 800 لحد 1000 جنيه. تمام، نخش على الرز ألوانه كبير كان بيتلم النهاردة على 300 جنيه. تمام، ما عدا الأخضر كانوا بيلموا أي حاجة من ألوان الرز، بس ما عدا الأخضر كان بيتلم النهاردة القص الشغال على 300 جنيه. رز ألوان شبابات، تمام، كان بيتلم النهاردة على 180 جنيه برضه ما عدا الأخضر.
روز الوان جميع الالوان شبابات ما عدا ما عدا اللون الاخضر كان بيتلم على 180 جنيه. طيب بالنسبه بقى نخش على الفلل، الفلل الفواتح النهارده كان بيتلم ب 300 جنيه، فلل الفواتح كانت بتتلم على 300 جنيه ما عدا الازرق والاخضر، اي حاجه ما عدا الازرق والاخضر كانت بتتلم النهارده على 300 جنيه، كانوا بيقولوا مبالغ طف الشجر ومش عارف ايه. في السعر بصراحه انا مش عاجبني، يعني سعر بصراحه موضوع 300 جنيه ده انا مش عاجبني، لان احنا كنا اصح كنا بنجيب الروز اوبلاين اللي هو الازرق او الاخضر او الكلام ده او النورمال كنا بنجيب 300 جنيه، فهو دلوقتي بيلموا الالوان الفواتح ما عدا الازرق والاخضر بيلموها ب 300 جنيه. بالنسبه بقى تشاب كبيره وشبابات اول شغل، تشاب بقى اللي هي الكركو والشوشه كانت بتتلم النهارده اول شغل الفرد على 100 جنيه، كان بيتلم الفرد على 100 جنيه الحته تمام، بس بياخدوا بقى الاحجام الجامبو بقى. بالنسبه لتركيبات ريمبو القص كان بيتلم النهارده على 110. استرال لتركيبات ريمبو القص كان النهارده كان بيتلم على 110. بالنسبه بقى الرامبو موف وفايلوت كان بيتلم على 180 جنيه، موف وفايلوت كان بيتلم على 180 جنيه. بصراحه انا ما ربيتش رامبوات قبل كده، فانا ما اعرفش هل السعر مناسب ولا مش مناسب، فانا ما اعرفش والله. بالنسبه للريمبو الموف فايلوت كان بيتلم على 180 جنيه. بالنسبه للريمبو فايلوت كبير كلير كان بيتلم من 400 ل 450 جنيه. ريمبو فايلو الكبير كلير كان بيتلم من 400 جنيه ل 450 جنيه. بالنسبه بقى للاسترال الكبير فواتح ما عدا الاخضر والازرق كان بيتلم على 65 جنيه. القصر الكبير الشغال الاسترالي كبير فواتح ما عدا الاخضر والازرق كان بيتلم على 65 جنيه. استرالي شبابات ما عدا برضه الاخضر والازرق كان بيتلم النهارده على 45 جنيه سعر الجوز. فانا الاسعار انا بصراحه شايف كلها معايا تمام، من اول الكوكتيل لحد الرز. اول ما دخلنا في طفره الاسترالي السعر ما عجبنيش، يعني السعر ما عجبنيش بصراحه. فانا زي ما بقول لحضراتكم السعر بالنسبه للاستراليات مش حلو، يعني بالنسبه للاسترالي مش حلو. بالنسبه بقى للرمبهات، يعني انا الرمبهات بصراحه ما ربيتهاش قبل كده، فانا ما اعرفش هل دي سعر بقى مناسب ليها، سعر كويس ليها ولا السعر كويس، فالله اعلم بقى. انت اضرب حاجتك وانت عارف انت بتشتري ازاي. فدي بالنسبه للحاجه اللي اتلمت النهارده، اتلم كوكتيل لاتيني، مصبعات فوتيه، اتلم مصبع كبير رايق، متلم حبشي، متلم فرنساوي وجميع طفراته، يعني اتلم فرنساوي وجميع طفراته، اذا كان بقى مصبع، اذا كان وايت فاس، اذا كان ازابيلا، اذا كان الكلام ده كله اتلم جمع كلها بطفراته. الرز اوبلاين، الرز البينو، الرز بالوانه تمام. كل حاجه اتلمت ما عدا الفشل الاخضر وما عدا الالوان الاخضر والازرق في الاستراليات تمام. حاجات كتير اتلمت، انا شايف بصراحه ان الاسعار مظبوطه ما عدا الاسترالي. اسعار الاسترالي بصراحه مش عجباني، يعني الاسترالي بصراحه مش عجباني. فيا ريت مثلا لو انت ناوي مثلا تجيب استرالي هات لك جوز جوزين خلوهم عندك تمام، انها ما تفتحش، يعني كان في ناس كانت بتفتح مزارع والكلام ده كله، فيا ريت الاسترالي نخف منه، لان اصلا كده تمن الشبابات الصغيرين تمام، تمن الشبابات الاسترالي مش جايبين تمن اهلهم، فهيبقى حرام عليك بصراحه. ده بالنسبه للاسعار النهارده، وباذن الله يا رب الاسعار كده تعجبكم. دي الاسعار بتاعت اللم بتاعت التجار. بالنسبه بقى للتداول، التداول بقى انت بقى انت عارف انت بتاكل ازاي وبتبيع ازاي، هتزود 50 100 جنيه عن اسعار اللم دي بقى حاجه ترجع لك انت. بس انا بقول لك الاسعار اللي لمينا بيها النهارده كانت عامله ازاي. عامه مش انا اللي لميت، انا ماليش في اللم يعني. فديت الحاجه اللي كانت ماشيه النهارده في السوق، وباذن الله على بدايه الموسم او في نص الموسم ان شاء الله الاسعار هتظبط عن كده بكتير، لان الاسعار هتظبط عن كده بكتير. وربنا يجعل موسم خير علينا وعليكم باذن الله، وشكرا جمال لحضراتكم.